السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ريحانة. اليوم غنصايب معكم واحد الكيكة كتجي في مناسبات، في عيد الميلاد، في اكسيتيرا اكسيتيرا. غديروا معنا 4 البيضات، ساشي ديال هذا، شوية قبيصة ديال الملحة، 100 غرام ديال السنيدة، 100 غرام ديال الطحين، طحين مخلط مع الشوكولاط. هذه الطبقة الأولى، والثانية 125 غرام ديال الشوكولاط، كاس د الحليب، هاد الساشيات ديال 100 غرام ديال كريم شانتي، 2 دانونات ديال الشوكولاط. هذا باش نسقيو الكيكه منين طيب. لا هذا حليب، كاس د الحليب ومعاه شوكولاط حلو. غنبدا معكم البيض، 4 البيضات، غنبقى نديرو في الزلافه باش ما تكونش شي وحده خاسره ولا شي حاجه. هذا نضربو مع سنيدة، هانتوما ملي غيطرب مزيان كيولي تقيل بحال هكا، كيطرب مزيان، كنحبسو كنجيبو هداك خمارة، خمارة وشوية طحين، طحين وداك هاد الطحين مخلط بالشوكولاط، كنزيدو مع الخمارة وكنبقى نغربلو ونبقى نديرو شوية بشوية حتى كندخلو هاكا بشوية. شتي القوام كي داير؟ غير ما تحاول بقا ديرو من التحت للفوق هاكا. عاوتاني كنعاودو، حنا خلطنا مزيان، نسجم داك الطحين مع البيض. دابا غنجيبو المول وغنكبو فيه، غنعليو شويه الفوق هاكا، شتي؟ نوزعو على المول بحال هكا، نخلو الفران على 180 درجة، نشعلو لتحت والفوق، وغادي نشوفو منين غادي يطيب. غادي نقيسو غير بداك العود ديال السنان ولا شي حاجة، نلقاو طلعناش صافي راه طايبة. يلا السلام. هيا منين طاس غنتقبوها بحال هكا بالفرشيطه، وغنسقيوها بداك الحليب اللي خلطت مع الشوكولا الحلو. هيا شتي، غنتقبها كامله مزيان وغنبقى نسقيها مع حده سخونه باش تشرب ليا هاد الشوكولاط، شتي؟ طبقه ثانيه غندوب الشوكولاط. هاد الشوكولاط حيت الماركة مزيانة كيدوب بوحدو بلا ما نديرو حمام مريم. لما نديرو غير كتبقى تخلط مزيان هكا كيبقى يدوب. راني دوبت الشوكولاط غير فوق العافية مهيلة بشوية هكا، وغادي نجيبو دانون ديال الشوكولاط غنزيدو. شتي على قوام شحال زوين. دابا غنطرب كريم شونتي مع الحليب، كاس د الحليب بارد غنطربو. طربنا ولا بحال هكا، غنزيدو عليه الشوكولاط، داك الشوكولاط لي هكا.
راه نبقى ندير الطبقه هكا هكا بشويه هانتوما. انا بديت في الزواق كندير غير بواحد السفودة هكا ها كنجر او تندير خطوطة هكا ومن بعد كنبقى نجر شي هكا شي حاجة باش ما بغيتو نتوما على حسب كل واحد كيفاش باغي يزوق. هانتوما الشكل النهائي ديال الحلوى نذوقوها قدامكم. شتي كي كتجي واعره شتي غزاله. كنتمناو تذوقوها وتردوا عليا.